تعتبر فترة الانتقال من مرحلة الطفولة المبكرة أي الروضة والبستان والالتحاق بالصف الأول حدثاً انتقالياً هاماً في حياة الطفل الذي يتطلب إعداداً خاصاً، خصوصاً وأن مشاعر الطفل في هذه المرحلة الانتقالية تكون حساسة وغريبة، فكيف له أن يمسك الكتاب ويتصفحه لأول مرة، أن يقرأ ويكتب ويحل تمارين الحساب، وأن يجلس 6 حصص في اليوم يتعلم، وكل طفل استعداده للصف الأول يختلف. للحديث عن تجربة الانتقال للصف الأول معنا في الاستوديو آلاء إكبارية، أم لطالبة صف أول ونادرة ابنتها طالبة الصف الأول. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، الله يسعدك. أهلا نادرة، كيف حالك؟ الحمد لله. حابين نسألك يا نادرة، كيف الصف الأول؟ مبسوطة فيه؟ كتير. ليه مبسوطة بالصف الأول؟ لأنه فيه أشياء جديدة ومنتعلم كيفية الحروف ومنتعلم أشياء جديدة. أنا هيك بحب كتير كتير الصف الأول. تعرفت على أصحاب جداد بالصف الأول؟ ومعلمين؟ وبتحبيهن لأصحابك ومعلمينك الجداد؟ كتير؟ كتير. انت حكيت لنا انك انت بتحب الصف الاول، طب ليه بتحب الصف الاول؟ لانه فيه اشياء جديده والمعلم بتعلمنا حساب وعربي ورياضه، وبنحب كل اشي بالصف الاول عشان فيه اشياء جديده تعلمناها. وشو اكثر موضوع بتحبي تتعلميه بالصف الاول؟ شو بتحبي بالصف الاول؟ الحساب ولا العربي ولا العلوم ولا الرياضة ولا الرسم؟ شو أكتر إشي؟ الرسم. ليه بتحب الرسم؟ لأنه منرسم. حابة تكوني رسامة لما تكبري؟ لا، حابة أكوني معلمة. معلمة شو؟ معلمة عربي. يعني أنت بتحب العربي كمان؟ نادورة كتير شاطرة بالعربي. أكيد نادورة شاطرة. شاطرة أنت بالعربي؟ طب شو لون بلوزتك المدرسة؟ ليلكي. وبتحبي اللون الليلكي؟ مين بيساعدك تحضري شنطتك لصف الأول؟ أنا وماما. الدراسة؟ ماما بتساعدك كثير؟ وبتساعدك كمان بحل وظائفك؟ ومين إذا ماما مشغولة مين بيساعدك بحل وظائفك؟ بقدر كمان لحالي أو بابا بيساعدني. بتحبي تشاركي بفعاليات بالصف لما المعلمة تطلب إنه حدا يجاوب على سؤال أو إنك تلقي إشي قدام المدرسة؟ لما تطلع فرصة للطعام مع مين بتحبي تلعبي أكثر إشي؟ مع دول بنات صفي ولاد صفي. ومين كمان غير أولاد صفيك وبنات صفك بتحبي تروحي عند معلماتك تقعدي كمان؟ شو بتحبي تحكي للأطفال اللي هني أصغر منك وكمان شايدن يطلعوا على صف الأول؟ شو بتحبي تحكي لهم من تجربتك؟ كيف حضرتي للصف الأول؟ شو عملتي بالصف الأول؟ تحكي لهم كيف كان تحضيرك للصف الاول، شو عملتوا قبل ما تفوتوا على المدرسه؟ لما احنا خلصنا بستان وكان في فتره شهرين نفوت على الصف الاول، صح؟ بهدول الشهرين كيف انت وماما تساعدتوا تحضروا صف الاول؟ شو شريتوا؟ شو عملتوا؟ هل ماما ساعدتك انك تكتبي؟ احكي لهم. كنا نتمرن على الحروف، شرينا طباعة على الحروف عشان تساعدنا، واشترينا شنطه ومقلم والوان. شو بدك تقولي لأولاد صفك اللي أصغر منك بسنة هني؟ كيف يطلعوا جاهزين على الصف الأول؟ شو بدك تقولي لهن؟ بعرف إيش. إنه بينفع يلعبوا بصف البستان. شو كمان بدك تقولي لهن؟ إنه يركزوا مع المعلمة، مع أمهم بالبيت. ويركزوا بالحروف لما يكبروا يكونوا جاهزين للصف الأول، إنهم يدرسوا مع المعلمة. يكونوا جاهزين صح. محبين نقول لك انه ان شاء الله هيك بنشوفك لما تكبري معلمه عربي مثل ما انت بتحلمي. قول ان شاء الله. ان شاء الله. حابين اسا نسال ماما كم سؤال. تمام. اخت الاء، حابين نسالك كيف كان شعورك كأم لما بنتك طلعت على الصف الاول؟ اكيد كان في عندي شويه قلق بخصوص طلعت بنتي الاولى على الصف الاول، بس الحمد لله من ناحيه اجتماعيه ندوره ما فيش خوف عليها، مشان هيك انا شويه قلق وفي راحه. ثقة. الحمد لله. الحمد لله. كيف حضرتي نفسيه بادره انها اسا بدها تتعرف على ناس نادره؟ نادره انها بدها اسا تتعلم على ناس، تتعرف على ناس جداد ووجوه جديده. مش إشي جديد على نادر انها تكون بين مجموعات وناس. طبيعه شغلي انا بتحتم علي وجود اولادي معي بين الناس وبين زبايني، فهذا مش إشي جديد انها تتواجد بين مجموعات.
هل بتواجهي صعوبات أثناء تدريسك لنادرة؟ لا الحمد لله، نادرة كثير شخصيتها قوية وأنا بقدر أركن عليها حتى إنها بتقدر تدرس لحالها. الحمد لله. كده بتعطي وقت من يعني كده بتعطي وقت لنادرة إنها هاي الوقت إسا مخصص للتدريس وهاي الوقت مخصص للعب، وهل بتلاقي يعني رد فعل مناسب منها؟ ساعة للدراسة وساعة للعب. مزبوط، ساعة للدراسة وباقي الوقت يعني تقريبا حرة فيه، بتقدر تلعب، بتقدر تساعدني بإخوتها بالبيت، أما ساعة للدراسة أنا بستكفي. بظل تواجد الهواتف والأجهزة الذكية، هل هاي الإشي بيسبب مشكلة إنه طفلتك بدها تظل ماسكة التليفون وبدهاش تدرس؟ لا أنا بعتبر حالي مسيطرة بهذا الموضوع، وبنتي يعني من ماما بتخليش البلفون معي أصلا، بس دقيقة كمان وبتاخد مني البلفون، وإنت ما بدها تاخد مني البلفون أنا بعطيها هي. شاطر، أنا الدورة بتسمع الكلمة ودوري. بنفس الوقت أنا بحب يكون أمرات معها تليفون عساس ما يكونش ولاد صفها عندهم فكرة، بس لما أكون شاطرة ماما بتعطيني البلفون. بحب يكون معها تليفون بعض الأحيان عساس لما تتواجد مع ولاد صفها بالمدرسة وإن حكوا عن موضوع معين يكون عندها فكرة عنه، ما يصير ما يؤدي الإشي لتنمر، يكون هن عندهم فكرة عن موضوع التليفون والإنترنت والآيباد. لا بحب يكون معها بعض الوقت، بس لا أنا مسيطرة على الوضع. بما أنك ذكرت قصة التنمر، هل أنت بتحكي لبنتك أنه إذا أي حدا حكى لك كلمة مش بمحلها أو كلمة أنت ما حبيتهاش تيجي تحكي لك؟ طبعاً طبعاً طبعاً، وهي عندها الشخصية الكافية وتقدر تعبر عن رأيها وتعترض وتوافق على كتير شغلات بصيروا حواليها، يعني ممكن تتوجه لمعلمتها إذا حست بإشي، وأكيد بتيجي على البيت بتخرفني كل إشي بصير معها. مش كل الأمهات اللي عم بتابعنا إسا تفكيرها مثل تفكيرك، شو بتحبي أنت تحكي لهم من هاي النقطة؟ أهم إشي حسب رأيي أنا كأم إني أحب ابني زي ما هو، حب ابنك بكل ظروفه، قديش بيقدر قديش بيقدرش قديش بيقدر يعطي لإخوته لأولاد صفه بالحياة، حب ابنك زي ما هو، ما تحاولش الواحد تعترض وبدها شخصية تانية تبني شخصية تانية لابنها، لا زي ما هو أنا واجب علي بس أساعده هقويه، أما حب ابنك مثل ما هو. أنت حكيتي إنك أنت بتحب تعطي نادرة فترة معينة التليفون بس، بس هاي الاشي من صف الاول بلش ولا من قبل؟ لا من قبل. في كثير امهات بنشوفها اللي لما ابنها مثلا يعاكب او انه يعمل تصرف مش منيح تقول له خلص خذ التليفون واقعد واسكت، شو بتحبي تحكي لهذول الامهات اللي بيربوا تربيه غلط؟ لا طبعا غلط، طبعا غلط، احنا بدناش ننكر انه موجود التليفون بين ايدينا احنا كاهالي بالبيت، واحنا قاعدين ببيوتنا طبيعه اشغالنا بتحتم علينا نمسك التليفون، نرد على زباين، نحكي مع ناس باي مجال، فطبيعي الولد يشوف تليفون بايده فبده اياه، بقدر أسيطر على وقت معين نص ساعة على ساعة باليوم يأخذ الولد التليفون، ما فيش عندي أي مشكلة أنا بهذا الموضوع. ماما شو حبيبتي؟ بدي أطلع برا الساحة كمان شوي. لما حضرت بنتك للصف الأول هل كانت تجربة أولى إليك بنتك؟ طبعا هاي تجربة أولى، هاي بنتي الأولى. ممكن نخلص ماما اللقاء وبعدين نطلع؟ شوي ونخلص تمام نادرة لو سمحت. استني دقيقة بس، تمام شو المشاكل اللي واجهتك اثناء تحضيرك لبنتك للصف الاول؟ بتحب تحكي لها؟ بعتبرش حالي واجهت مشاكل، انا محضره نفسيه بنتي لهذا الاشي. ندوره نادرة او ندوره متعوده على انها تواجه الناس وتحكي وتحكي بصوت عالي. دوره ايه متعوده انها تواجه الناس وتحكي وتحكي بصوت عالي، شخصيتها مستقله كثير وانا معتمده عليها بكثير شغلات. حابين ننهي باخر سؤال مع نادرة نسالك، انبسطتي معنا اليوم؟ كثير. تحبي تيجي هون كمان مره؟ معنا إسا على التليفون الأستاذ بسام جابر. أهلا وسهلا بسام. أهلا. طبعا أنا يعني كل انفعال بالنسبة ل البنت اللي عندكم الاستوديو، البنت الطيوبة الشطورة هاي اللي يعني اللي بسمعها واللي شافها يعني بعرف شو معنى الطفولة، طلع قديش ما أطيب قلبها، طلع قاعدة هي بمقابلة وهيك بتعرفي بنت لطيفة بتقول لأمها بدي أطلع ألعب بالساحة، طلع الطفولة كديش بريئة عند أولادنا وعند أحفادنا، كديش إحنا لازم نحافظ عليهم هذول الأطفال ليكبروا بأحضاننا يكبروا بأحسن أجواء. وكمان انتبهت كيف عندها قوة التعبير من أول المقابلة، إشي يعني بجنن بالمفهوم الإيجابي، وأنا يعني حبيتها كثير هاي البنت اللي سمعتني. سمعتيني؟ ايش اخر سؤال؟ سمعتيني؟ سامعينك. اخر كلمة يعني بدي البنت اللي ترد علي. ندورة سامعتي لعمو؟ سمعتيني؟ عم بمدح فيكي وبشكر فيكي. قولي شكرا. شكرا.
شكرا لك، شكرا لك، كل احترام، الله يخلي لك اياها، تسلم اولادك، وكل احترام. يعني واضح انها يعني موظفه جهود كبيره بتربيتها، كل الاحترام. الحمد لله، هذا واجب علينا، هذا واجب علينا. شكرا لك استاذ جابر. شكرا كثير بسام على المداخله. بسام، بسام بدنا ننهي معك ونقول لك شكرا لوصولك استديوهات قناه هلا، وان شاء الله يسعدك. شكرا لكم كمان، انا بتشرف اني موجوده هون معكم.